أهلا بكم من جديد. كشفت وزارة الزراعة عن سبب نفوق الأسماك في هور الدلمج من جهة المسطحات المائية المتاخمة لمحافظة الديوانية، وقالت الوزارة في بيان لها أن اللجنة التي شكلت تحركت مباشرة بعد حدوث حالات النفوق بأمر وزير الزراعة للكشف عن سبب نفوق الأسماك بعد تلقيه شكوى من أحد المستثمرين في مجال تربية الأسماك. وأضافت أن النتائج أظهرت نفوق أنواع مختلفة من الأسماك وبأوزان متفاوتة على سطح الماء، مشيرة إلى أن الفريق المختص أجرى تشخيصا تشريحيا على عينات الأسماك النافقة ولم يلاحظ وجود أي آفات منتشرة على السطح الخارجي للأسماك كالزعانف والخياشيم، كما لم تلاحظ أي تغييرات مرضية عليها. وتابع أن التشريح بيّن وجود إصفرار وبقع نصفية دقيقة منتشرة على سطح الكبد في الأسماك مما يؤكد تسممها، موضحة أنه تم إرسال عينات من أكباد وغلاصم وطحال بعض الأسماك النافقة وكذلك نماذج من مياه وطحالب من مناطق مختلفة إلى المختبرات لغرض الفحص المختبري ومعرفة أسباب النفوق.